السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقوم الآن بتطبيق موديل وردة ثانية، شكل ثاني لوردة صغيرة. نبدأ بسم الله، لا بركة الله، عقدة البداية مثل ما تعودنا. عقدة البداية مثل ما تعودنا، خمس سلاسل، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة سلاسل، نغلق بمنزلقة. كي لا يزعجنا خيط البداية، نرتفع بثلاث سلاسل ونشتغل هنا داخل الدائرة. نلف الخيط، نلف الخيط. في البداية دائما يكون العمل أصعب قليلا، لأن الدائرة صغيرة تساعدك على الحركة، ولأن الخيط البداية تحاول إخفاءه. عمود أول، عمود ثاني، سلسلتان، عمود أول، دائما نحاول الحفاظ على الخيط بالداخل، نحاول إخفاء خيط البداية بالداخل ومسكه هكذا مع الدائرة. عمود أول، عمود ثاني، عمود ثالث، ثلاث عواميد، سلسلتان، ثم ثلاث عواميد، واحد، اثنان، ثلاثة. نستمر بهذا الشكل إلى الحصول على ستة عواميد، واحد، اثنان، ثلاثة. كل عمود فيه ثلاث عواميد، واحد، اثنان، فراغ، ثلاثة فراغ، أربعة فراغ، خمسة فراغ، فراغ سادس، ثم سلسلتان، سلسلتان. العمود الأول هنا، العمود الأول، نأتي هنا للوسط ونقفل بمنزلق. نلف الخيط، هنا في أول فراغ نشتغل على ستة أعمدة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ثم نأتي هنا في السطر ما قبل، في العمود الثاني، ونقفل بمنزلق. نكرر ستة عواميد في الفراغ الموالي، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، اثنان، أربعة، خمسة، ستة، ستة. ثم نأتي إلى هنا، نكرر منزلقة،
نغلق بمنزلق. ابتدأت معالم الوالدة تظهر. نتمم. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربعة، خمسة، ستة، نقفل هنا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هنا في العمود الثاني من أين بدأنا نغلق. عمل الكروشيه يتطلب الصبر والهدوء. مهما كنت محترفا فيه ستواجه أخطاء.